مسؤولين بكامل. وزين عندنا نعرف عنه خطوه مهمه حتى لياك نحمو بها النساء الموريتانيات. وعن يعضي يصادق عليه. وعن دعات فم مسائل معرف فعلا هم ما هم ما 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 هم شرعيين. احنا ما ندوروا شماهو داخل في شرعنا. عنه يخلق فيه نقاش وتوفى على ذاك النقاش اللي يعدل بالعجله ولا يحصروا واحدين يعود فيه من المسرحه ويتوفى وينطلص بالعجله. به دي مودي تعرفي هو مازال عنده مسائل ثانيه مازال لو دكري دو بروميغاسيون شنقالو بالعربيه فطيرته ولا دكري دابليكاسيون هذو مازالوا كاملين لا يعدلوا مازالوا يطلبوا الوقت والعليات تعبوا العليات تعبوا المجتمع تعبوا والله هذا مولانا اعلن والله اللي مانعنا لا نعدلوها ضد رقاش ومنه في دي مسرحه الموريتاني كاملين وقطع المسرحه ذوك اللي يتكلموا وذوك اللي ما يتكلموا ذوك ساكتين وهذا اللي مولانا اعلنوا واضح مقفوله جدا ما يضعوا فيه لانه بالنسبه لنا يعتبر تاريخي.